للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. انطلاقا من نص المادة 17 من دستور دولة الكويت، تعلن جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عن انطلاق المرحلة الثالثة من حملة بلغ، والتي تهدف إلى توعية المواطنين عن كيفية تقديم البلاغات التي تمس المال العام في سبيل تعزيز دور المواطنين في حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد.